في ماليزيا يتوجه كل عام عشرات الآلاف من الأشخاص إلى معبد طقوسي لحضور مهرجان ثاي بوسام الذي يحيي ذكرى ميلاد الآلهة لديهم. الطقوس التقليدية لديهم تشمل طقساً يدعى الكافادي، حيث يثقب المحتفلون جلودهم بخطافات وقضبان معدنية، ويحملون المصنوعات اليدوية الثقيلة إلى أعلى الدرج المؤدي إلى المعبد الواقع في كهف من الحجر الجيري تقرباً منهم للآلهة بحسب معتقدهم. كما يؤدي آخرون نذورهم بحمل أواني الحليب، وهذه الطقوس تجذب الكثيرين لمشاهدتها على أرض الواقع. Celebration ini adalah celebration yang sangat visual. Pasal kita boleh nampak macam mana diorang celebrate preparation, the possession, apa semua ni. So benda yang menarik. Untuk fotografer is like it's a must lah. Every year to come. مهرجان الثاي بوسام يقام سنوياً في معبد باتو كيفز في ضواحي كوالالمبور المعروف بدرجاته البالغ عددها 272 درجة. لكن قديماً نشأ هذا المهرجان في ولاية تامين نادو بجنوب الهند، إلا أنه يتم الاحتفال به في ماليزيا وسنغافورة من قبل مجتمعات التاميلي هناك.